دوما فكرة ارتباط الشعور بآلام الأسنان مع بداية فصل الشتاء، هل احنا بنحس بوجع العظام في فصل الشتاء عموما عشان انخفاض درجات الحرارة، ولا فيها يعني علاقة أو أبعاد أخرى طبية نحن لا نعلمها؟ بتبقى فيه التهابات، يعني بتبقى فيه التهابات بتظهر امتى بقى؟ مع برودة الجو الخارجي المحيط بالوجه، والمية الطبيعية اللي احنا بنشربها حتى من الحنفية او بتبقى باردة، فبيظهر الالتهابات في الشتاء لبرودة الجو الخارجي مع حاجات المية الطبيعية اللي احنا بنشربها بتبقى ساقعة، فبتبدأ تظهر التهابات دي. طيب الناس اللي هي مع الناس ثقافة ان هي تروح للدكتور تطمن كل 6 شهور زي غالبنا كده، امتى يستشعر ان في جرس انذار ان في مشكله تبقى عنده في الاسنان لو الموضوع طول عن كده، حتى وان كان الشكل ظريف ولطيف ما فيهوش مشكله؟ لما بيبقى في تضخم في الاسنان المفروض هو بيتابع، يعني هو بيغسل بيبص على اسنانه، المفروض هو بيغسل بالفرشه، لو في اي دم نزيف بيجي من اللثه على طول لازم يتوجه للدكتور يعرف ان في خطوره. ليه؟ اللثه كده بدات تحتقن، واللثه اما بتحتقن بيحصل نشاط بكتيري عالي جدا، لان في جزء من اللثه بيتليف، هذه التليفات البكتيريا بتنشط عليها، بتنشط بتحلل الانسجه المتليفه دي او الفود ديبريس او الفضلات الاكل، بتحللها المواد العدويه وغير العدويه، بتمتص المواد العدويه وتطلع خارج ستول براز. البراز بتاع البكتيريا عباره عن حمض لاكتيز، ده عامل زي ميه النار بينزل على الاسنان يحرقها، اللي احنا بنقول عليه التسوس، الجزء البني ده حرق في جدار السنه، وينزل على اللثه يعمل لها التهاب تتحرق زي الميه لما تدلق على او اي حاجه كيميائيه تقع على ايديا، بيحصل نفس القصه، فاللثه تنتفخ. طب بينزل اللثه لما بتتشبع بالماده دي بتنزل على عظم الفك، بيحصل حاجه اسمها بون اروجن، بيتاكل عظم الفك، وبالتالي مرحله لاحقه على المدى الطويل بيحصل لوزلينج، يعني او بنقول عليها حركه السنان، السنان تبدا تتحرك من مكانها وتبدا تفقد تماسكها داخل الفك. ده نتيجه عدم الاهتمام، ان انا مجرد ما اجي اغسل بالفرشه والاقي فيه دم بيطلع، ده انذار خطير جدا. طب الناس اللي لما تاخد حاجه مسكره بتحس ان في زي ما بقول كده نغزه او حاجه بتشكه في مناطق معينه في الضروس، بياكل اما ياخد حاجه مسكره تقريبا الحاجات بتظهر دي، بتبقى يا اما بوكت يا كيرس تسوس، المفروض هو بيتوجه للدكتور مع الكشف بيبان هل ده تسوس او دي بوكتس موجوده هي اللي بيسال، ان البوكس لو عندي جيوب بين الاسنان وبعضها تسمع معايا وعميقه شويه تسمع معايا اكن الضروس او الاسنان مسوسه، فلازم يكشف. سؤال يا دكتور، يعني قد يكون غريب الى حد ما لكن اسمح لي بطرح، يعني لا تحت أمر. ربنا يحفظك. هو انا بحس بذروه الوجع زي ما بيقولوا، يعني ان ضرسي ده خد وقت قد ايه او استغرق وقت قد ايه عشان يوصل للمرحله الصعبه اللي انا في الغالب باجي بيها للدكتور، يعني ما بروحش غير خلاص الموضوع بقى شبه منتهي، واحيانا ما فيش حاجه بتمنع الالم. يعني معنى كده ان هو بقى له قد ايه تعبان بالاعمال المصريه؟ يعني من سنه ونص سنتين، مش اقل عن كده، من سنه ونص سنتين. هل في هذه الفتره مراحل تولد الاحساس بالوجع بيبدا من بدايه الالم ولا بيبدا في مراحل اخرى متقدمه؟ لا، مراحل متقدمه. هو في الاول بيحس ان في حاجه، مثلا لو ضرس متاكل كيريز بدل ديكي متهالك، بيبقى في اكل بيتحشر، طبقه التسوس دي بتبقى عامله طبقه عازله فتره معينه، اما بتتشبع بقى بالانزيمات اللي بتفرزها البكتيريا بتبدا توصل للطبقه اللي تحتها يبدا يحس بالالم. الكلام ده ممكن يبقى هو في الاول عمال ينظف، واي اكل بيتحشر عنده في الضرس او بين الضروس وبعضها في تسوس جانبي في الضرس من الجنب، بيبدا ينظف، يقعد فتره الم يجيله، بعد كده مثلا 6 شهور سنه يبدا ياخد له مسكنات، الالم يروح ويجي، يجي بفترة بقى الألم يجيله ما بينتهيش إلا بإندو حش وعصب أو بخلع الضرس. طيب من بعض الطرق اللي بنستخدمها إن صح التعبير الوسائل الشعبية اللي هي فكرة التحايل على ألم الضرس أطول فترة ممكنة، إن هو خلاص ما بيروحش غير لما يبقى أمر واقع، يعني نستخدم شيء ناشف عشان الضرس ما يوجعناش، نستخدم مش عارف زيت معين من الزيوت عشان الكلوراب بيقلل شويه الالم، لكن هو مش هيمنع الالم نهائي. وبعدين انا الفكره كلها، يعني حتى لو خدت مسكنات انا سكنت الالم اللي هو بيشتكي منه الضرس واعصاب الضرس واشاراته بتوصل للمخ، انا سكنته ولكن لم اوقف نشاط الميكروب،
فالميكروب ده لو اخترق عندي الروت، اخترق عندي الجذور والقنوات بتاعت الاعصاب ووصل للفك، ما يعمل له خراج. طيب. يعني انا بنتقل من مشكله لمشكله اكبر.